أهلا بكم. حينما تذهب لزيارة أحد الأقارب في بيته الجديد أو أحد الأصدقاء الجدد، أو حتى عندما تتجول في أحد المدن التي لا تعرفها، حينها تجد نفسك تشعر بالأمان والارتياح وكأنك تعرف المدينة، وذلك بفضل نظام تحديد المواقع العالمي GPS، والتي يمنحك القدرة على معرفة موقعك، وبالتالي تستطيع معرفة اتجاه سيرك ووجهتك. فهل تساءلت يوما كيف يعمل هذا النظام؟ على ارتفاع أكثر من 20,000 كيلومتر عن سطح الأرض، يوجد الكثير من الأقمار الصناعية والتي تقوم بالدوران حول الأرض فيما يقدر ب 11 ساعة و58 دقيقة. قد يظن البعض أن الهواتف تتصل بالأقمار الصناعية بشكل مباشر، ولكن هذا ليس صحيحا. فالأقمار تقوم فقط بإرسال بعض الإشارات، والهواتف تستقبل هذه الإشارات وتعمل على تحديد الموقع من خلالها. يعتمد نظام GPS عزيزي المشاهد على التثليث أو التثليث المساحي لتحديد المواقع، حيث أن الأقمار الصناعية تضبط بحيث أن هاتفك يكون على خط مستقيم مع 4 أقمار صناعية على الأقل في آن واحد ليستقبل منهم الإشارات. وبناء على هذه الإشارات يقوم الهاتف بحساب المسافة بينه وبين هذه الأقمار بعد قياس الوقت المستهلك لهذه الإشارات للوصول له، ثم يستخدم هذه المعلومات لحساب موقعك بهامش خطأ لا يتعدى 15 متر. عادة تتأثر دقة GPS بالكثير من العوامل، فمثلا تتأثر بالغلاف الأيوني، وهي إحدى طبقات الغلاف الجوي، وتحتوي على الكثير من الإلكترونات الحرة، والتي بدورها تؤثر على إشارات الأقمار الصناعية، بالإضافة إلى عامل الوقت. فنتيجة لسرعة الضوء والموجات الكهرومغناطيسية الفائقة التي تصدرها الأقمار للهواتف، يجب حساب الوقت الكافي بشكل دقيق جدا. فكل نانو من الثانية يؤثر على دقة تحديد الموقع ب 30 سنتيمتر تقريبا، ولذلك يستخدم في هذه الحالة ما يسمى بالساعات الذرية التي لا تقارن دقتها بالساعات العادية. من أحد الأسباب المؤثرة أيضا على دقة GPS والتي تحتاج إلى معالجة تصحيح بشكل مستمر، هي اختلاف مرور الوقت بين الهواتف والأقمار، حيث أن الوقت يمر بشكل أكثر بطء عن الأقمار نتيجة لحركتها وابتعادها عن الأرض حسب النظرية النسبية للعالم أينشتاين. وبناء على تلك النظرية يتم معالجة ذلك الخطأ، وإذا لم يتم معالجته باستمرار سيرتفع هامش الخطأ للGPS بمعدل يتجاوز 10 كيلومتر في اليوم الواحد.